يواصل الأمريكيون التصويت في انتخابات التجديد النصفي الذي يسعى من خلاله الجمهوريون الحصول على الأغلبية في الكونغرس، ما قد يمهد الطريق لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. بدأت مراكز الاقتراع على الساحل الشرقي فتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ. يذكر أن أكثر من 40 مليون شخص أدلوا بأصواتهم بالفعل في التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد. هنا في جنوب الولايات المتحدة تقع ولاية أريزونا، واحدة من ولايات الزوايا الأربع والتي تعد من بين الولايات الأمريكية ذات الأهمية الكبرى في الانتخابات النصفية بالنسبة لمستقبل الديمقراطية. فالانتخابات النصفية من المتوقع أن تثير جدلاً كبيراً مع زعم المرشحين الجمهوريين الثلاثة الكبار الذين يتنافسون لقيادة الولاية تزوير انتخابات عام 2020 في شرعية حكم الرئيس الحالي جو بايدن، حيث إن أريزونا تعد من بين أكثر خمس ولايات إنفاقاً في الحملات الانتخابية من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في محاولة للظفر بهذه الولاية التي دخلت حديثاً مجموعة الولايات المتأرجحة، ما جعلها ساحة للمنافسة الشرسة بين الحزبين. فالجمهوريون في أريزونا يأملون في استعادة زمام الأمور بعد أن حقق الديمقراطيون تقدماً عام 2020 عندما فاز بايدن بالولاية والديمقراطي مارك كيلي بمقعد الولاية في مجلس الشيوخ، حيث يمثل اللاتينيون كتلة تصويت كبيرة في ولاية أريزونا التي من الممكن أن ينتهي بها الأمر إلى اتخاذ قرار بشأن هذا السباق المتقارب الذين مثلوا قرابة 19% من ناخبي الولاية عام 2020 وفقاً لاستطلاعات الرأي. ومع انتهاء ولاية حاكم أريزونا الجمهوري، يأمل الديمقراطيون أن تتمكن المرشحة كاتي هوبز من تحويل وجهة الولاية، بينما يريد الجمهوريون تثبيت حاكم أكثر تحفظاً هي المرشحة لايك كاري. لكن وعلى غرار الزخم الانتخابي الذي تشهده الولاية، إلا أن المسؤولين في مقاطعة ماريكوبا قد أعلنوا عن تعزيز الإجراءات الأمنية، متوقعين أن تشهد المقاطعة منافسة محتدمة في الانتخابات. فالتحذيرات جاءت من الجهات الرسمية في المقاطعة تجاه كل من يحاول ترهيب الناخبين ستكون صفر تسامح. مقاطعة ماريكوبا التي يبلغ عدد سكانها 4,500,000 نسمة تشهد توتراً متزايداً منذ انتخابات عام 2020 بسبب إعلان الحزب الجمهوري في الولاية عدم ثقته بنظام الاقتراع فيها. فمرشحو الحزب الجمهوري لمناصب وزارة الخارجية والحاكم ومجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية في أريزونا هم من مؤيدي نظرية المؤامرة وإنكار النتائج منذ خسارة ترامب الانتخابات. وعلى الرغم من أن الانتخابات النصفية تصنف بالأكثر حدة في السنوات الأخيرة، يتوقع أن تشهد صناديق الاقتراع فيها إقبالاً واسعاً لاختيار حكام الولايات وأعضاء الكونغرس والمسؤولين المحليين. وسط تحذير من الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس قد يضعف المؤسسات الديمقراطية في البلاد، في وقت كان قد ألمح فيه الرئيس السابق دونالد ترامب إلى أنه قد يعلن بحلول الأسبوع المقبل عن محاولة أخرى للعودة إلى البيت الأبيض. أرحب مباشرة من واشنطن بالكاتب في الشأن الأمريكي سيد توماس جورجسيان. أهلا ومرحبا بك معنا سيد توماس. يبدو بأن انتخابات التجديد النصفي هذه المرة هناك اختلافات كثيرة عن سابقاتها. سأبدأ معك بالتحشيد الذي سبق هذه الانتخابات وبآخر التطورات الآن بعد افتتاح الصناديق وبعد أيضا عمليات التصويت المبكر، كيف تبدو؟ إلى أين تذهب الأمور؟ أولا يجب أن أقول أن التجديد النصفي، انتخابات التجديد النصفي عادة تعد نوع من الاستفتاء على الرئيس القائم، أي أن هنا نوع من استفتاء أو استفتاء على الرئيس بايدن، ونحن نعرف مدى شعبيته أو مدى عدم شعبيته
فنسبة الشعبية قد ترتد تحديدا إلى 40% في أحسن الظروف. أما الأمر الثاني فهو بلا شك الأمر الذي نتحدث فيه دائما، البطالة والتضخم وكل هذه الأمور الاقتصادية أو الحياة اليومية للأمريكي. فبالتالي هناك نوع من كل هذه العوامل المشتركة، بالإضافة إلى هناك بالتأكيد كما يحدث في أغلب الانتخابات التجديد النسلي، فإن إحدى أو كلا المجلسي النواب والشيوخ يذهب إلى الحزب المعارض. حدث هذا من قبل مع أوباما 2010، وحدث مع رئيس ترامب 2018 عندما جاءت نانسي بولوسي، كان هناك فارق ب40 مقعد، وهذا ما حدث في الانتخابات التجديد النسلي 2018. إذا ما سيحدث بشكل أو آخر الاختلاف حول عدد المقاعد التي سيفوز بها الحزب الجمهوري، ولكن بلا شك كما يبدو من الاستطلاعات الرأي إذا صدقنا هذه الاستطلاعات فهناك ما بين 20 و30 مقعد سيذهب خصوصا في مقعد مجلس النواب. المجلس النواب الأمر محكوم إلى حد كبير. أما فيما يتعلق مجلس الشيوخ فالتأرجح قائم ما بين الحزبين، وخصوصا أن حتى الفوز في كلا الكلتين لن يكون أكثر من مقعدين أو ثلاثة في هذه الجهة أو الجهة الأخرى. أما ما أريد أن أقوله أن إذا سمحت لي فيما يتعلق بالاختلاف الحقيقي، الاختلاف الحقيقي أن هناك في هذه الانتخابات خلافا عن انتخابات التجديد النسلي القائمة من قبل، هناك نوع من الشكوك والمخاوف فيما يتعلق بطبيعة الانتخابات، ليس فقط فيما يتعلق بالعنف وطبيعة استكمال العنف، ولكن بطبيعة ترهيب الناخبين في الذهاب إلى مراكز الاقتراع أو في عملية العدل. ولذلك لا يتوقع أحد أن يتم إعلان نتائج، أغلب النتائج لن يتم الإعلان عنها يوم مساء بلا شك، قد يحدث بعد نعم. طيب في ظل هذه المخاوف سيد توماس، في ظل هذه المخاوف التي يتم الحديث عنها وهي معروفة بشكل أو بآخر، ولكن الآن هل وجهة النظر التي تتحدث عن انقسام لربما في الشارع الأمريكي والانقسام أيضا مثله في الحزب الديمقراطي وحتى في الحزب الجمهوري، أريد أن نوصف الآن الحالة التي يذهب إليها الرئيس السابق دونالد ترامب عندما يقوم بهذه الجولات في الآونة الأخيرة، وهذا التحشيد للجمهوريين في الجولة الأخيرة، والحديث أيضا عن انقسام بأن هناك من سيقبل بنتائج هذه الانتخابات سواء هزم الحزب الجمهوري أم فاز، وهناك من يقول بأنه لن نقبل بهذه الانتخابات، وهناك تشكيك منذ هذه اللحظات بنتائج هذه الانتخابات. إلى أي مدى سيؤثر هذا السيناريو على مسألة المجتمع الأمريكي في ظل القضايا التي ذكرتها سواء التضخم أو حتى الاقتصاد وحتى قضايا على مستوى الولايات، نتحدث عن الإجهاض وغيره أيضا من القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع الأمريكي؟ بالتأكيد المشاكل التي أثرتها أو مجموعة الأسلحة الأسئلة التي طرحتها بشكل أو آخر، وهي مجموعة أسئلة وليس سؤالا واحدا بلا شك، نعم. هناك ليس إجابات واحدة، وبالتالي هناك يجب أن أكون واضحا أن هناك بالتأكيد أن هناك بلا شك وبكل تأكيد انقسام واستقطاب وكل ما تحدثت أو ما أشرت إليه في المجتمع الأمريكي في أغلب القضايا المطروحة، وخصوصا أنا أريد أن أشدد على ما يسمى cultural war، يعني ما يسمى الحرب الثقافية ولكنها حرب أيديولوجية في المفاهيم والقيم والأخلاق وكل هذه الأشياء التي سمعنا عنها في الأونة الأخيرة أكثر من أي فترة مضت. فيما يتعلق بنتائج الانتخابات والتشكيك فيها أو عدم الوثوق فيها أو عملية الاقتراع وعملية عد الأصوات وقبول الهزيمة وعدم قبول الهزيمة، فيجب أن أقول أن هذا هناك على الأقل 300 مرشح جمهوري على كافة المناصب سواء كانت مناصب محلية أو سيناتور أو مجلس النواب هناك أو حكام الولايات 300 على الأقل من الذين رفضوا بشكل أو آخر نتيجة الانتخابات التي تمت في 2020. أما فيما يتعلق بما مستقبل هذه الخلافات وكيف ستؤثر على عودة ترامب، فالانقسام موجود حتى في الحزب الجمهوري، حتى أكون واضحا بنفس الشيء بالنسبة للحزب الجمهور الديمقراطي، فالكل لا يتفق على عودة ترامب، وخصوصا كما أشار أكثر من مسؤول أو قياديون في الحزب الجمهوري أن ترامب ما زال يتحدث عن ترامب،
لا يتحدث عن امور تهم المجتمع الامريكي او الحزب الجمهوري بشكل عام، وبالتالي لا نريد ان نحبك الاحداث ولا نعرف اذا كان هذه الخطوه التجديد النصفي تمهيد لقدوم ترامب او للمباشره في بدء عمليه اخرى تسمى ما يسمى ترامب ومن هم ضد ترامب. نعم. الحزب الديمقراطي في المقابل هناك اختلافات واسعه فيما يتعلق بقبول اغلب القضايا المطروحه، لان التنوع الذي موجود في حزب الجمهوري في الحزب الديمقراطي. نعم. واضح. اشكرك. وممكن بشكل واضح. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركه من واشنطن الكاتب في الشان الامريكي توماس جورجيسيان. ارحب من واشنطن باستاذ العلاقات الدوليه سيد نبيل ميخائيل، اهلا ومرحبا بك معنا. سيد نبيل، بغض النظر عما تحمله هذه الانتخابات وانتخابات تجديد النصفي من الحديث بان تعتبر استفتاء على رئاسه جو بايدن في العامين الاولين، الان ما هي الميول التي يمكن الحديث عنها والحظوظ التي يمكن الحديث عنها للجمهوريين في مواجهة الديمقراطيين، وهل سيستطيع الديمقراطيين السيطرة على الأقل على المقاعد التي سيطروا عليها في السنوات الماضية؟ يستطيع الحزب الديمقراطي الاحتفاظ بأغلبية طفيفة وضئيلة جدا في مجلس الشيوخ، وهذا يتوقف على سباقات في ولايات نيو هامشير، بنسلفانيا، جورجيا، لذلك لم نعرف النتائج اليوم. سيكون هناك عدد للنتائج التي أرسلت عن طريق البريد وهذا سيستغرق بعض الوقت. فإذا حتى ترامب قال إن هو حيرشح نفسه للرئاسة بعد الانتخابات ربما يتريث وينتظر بعض شيء، لكن الصورة العامة أن توجهات الرأي العام الأمريكي هي نحو اليمين الأمريكي وأيضا الأفكار السياسية المحافظة. هل تضع هذه الانتخابات توازن القوى في الولايات المتحدة الأمريكية على المحك تحديدا بعد التحشيد الذي قام به مؤخرا دونالد ترامب وجولاته الأخيرة في الولايات الأمريكية؟ نعم طبعا هي توازن القوى، لكن هي أيضا بتعكس بمظاهر خطيرة. يعني مثلا تم إنفاق 260 مليون دولار على الإعلانات في ولاية بنسلفانيا، تم انفاق 240 مليون دولار على الاعلانات في ولايه جورجيا، وهذه انتخابات خاصه بمجلس الشيوخ، يعني نص تريليون دولار امريكي تم انفاقهما في ولايتان. هذا امر خاطئ وعيب للديمقراطيه الامريكيه. لهجه الحوار اصبحت متشدده، وايضا اوباما احد العوامل الهامه الى اي مدى له تاثير والشعب. طيب الآن كيف سيتأثر أو ستتأثر إدارة جو بايدن في المرحلة القادمة إذا ما صدرت النتائج بفوز الجمهوريين وهو ما هو متوقع بتحصيل 28 مقعدا تقريبا وحاجته هي فقط 5 مقاعد، إذا ما حدث هذا الأمر كيف ستتأثر الرئاسة وإدارة بايدن أيضا في العامين القادمين؟ سيكون الرئيس بايدن غير قادر على إمرار العديد من تشريعاته وسياساته، مثل الإجهاض، مثل الضرائب، مثل البيئة، وأيضا في مجال السياسة الخارجية هتكون الفرصة ضئيلة جدا لتوقيع اتفاق نووي مع إيران، وأيضا ربما يبدي الجمهوريين كأغلبية في مجلسي الكونغرس استعداد للتعامل بصورة أكثر إيجابية مع بوتين. ربما يكون هناك نية للتوجه نحو مبادرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا عما إذا كان بايدن يحتفظ بأغلبية، لأن بايدن هو أكثر تشددا تجاه بوتين عن الجمهوريين. نعم. الإشارة الأخيرة لفاغنر المقرب من بوتين وبالحديث عن تدخل الروس في الانتخابات وبأنهم سيتدخلون في مرحلة قادمة أيضا، هذه الإشارة كيف يمكن وضعها، في أي سياق يمكن وضعها في دعم الحزب الجمهوري؟ هل هناك شكوك في هذا الأمر على الأقل من جراء هذه التصريحات؟ هو هتبقى حملة إعلامية شرسة من قبل الصحافة الليبرالية الموالية للحزب الديمقراطي والتوجهات الليبرالية، فبالطبع هيكون هناك إشارات بأن روسيا تسعى مرة أخرى لتضليل الرأي العام الأمريكي والتلاعب في الانتخابات مثلما قيل في هذا الأمر في عام 2016 و2020 عند نجاح أو عندما دخل الرئيس ترامب السباق الرئاسي. فالأمر يعتمد على الحملات الإعلامية، لكن أيضا الأمر يجب إثباته. هل هناك صحيح تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية؟
أنا شخصياً أستبعد هذا الأمر. طيب، حادثة الكابيتول كانت واضحة وهزت الديمقراطية الأمريكية في لحظة من اللحظات، وكانت هناك تصريحات واضحة حول هذا الأمر. ترامب والجمهوريين يتحدثون بأنه إذا ما سيطروا على مجلس النواب والشيوخ سيقوموا بإقفال هذا الملف نهائيا وفتح التحقيق في إدارة بايدن. هذا الانقسام في المجتمع الأمريكي وهذه المناحرات على المستوى السياسي كيف تؤثر على المجتمع الأمريكي؟ الناخب الأمريكي الآن كيف ينظر إلى هذه التناحرات على المستوى السياسي سواء كان جمهوريا أو حتى ديمقراطيا؟ هو الأمر أيضا يعتمد على الصحافة والإعلام الليبرالي. يعني مثلا القضية هتهاجم لو فعلا الجمهوريين نجحوا في إقفال أو إلغاء عمل اللجنة التي تحقق اقتحام مبنى الكونغرس يوم 6 يناير من عام 2021. لكن أيضا يعني ممكن تبقى مشاكل أكبر للرئيس بايدن، لأنه ابنه هانتر متهم في بعض القضايا التي قد يعني تكشف عن فساد سياسي واقتصادي وأخلاقي. فهتبقى مشكلة لبايدن، لكن أتوقع أن الإعلان هيشن هجمة على ترامب شرسة ويدافع عن بايدن. لا أعتقد أن الإعلام الليبرالي سيستطيع إقناع الأغلبية من الرأي العام الأمريكي بعدالة بايدن وإجرامية ترامب. فالشعب الأمريكي هيكون مقسوم، لكن الأمور لا تبشر بأخبار سياسية طيبة للرئيس بايدن أو للديمقراطيين بصفة عامة. نعم، بالإضافة إلى الملفات التي تم ذكرها سيد نبيل، نتحدث عن الملف الاقتصادي وهو الجزء الأهم والملف الأهم في نظرة الولايات المتحدة الأمريكية والمواطن الأمريكي. كيف سيتم معالجته في مرحلة قادمة نظرا للتضخم الحادث الآن في دول العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتالي هل سيكون هذا العامل الاقتصادي ضمن الخيارات للناخبين الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع؟ هل لدى الحزب الجمهوري فكرة واضحة أو برنامج واضح لمعالجة هذا الخلل الاقتصادي؟ ربما إلغاء العديد من برامج الإنفاق الحكومية التي استهلها الرئيس بايدن، وبالذات في مجال الطاقة البديلة والبيئة، على اعتبار أنها غير واقعية ولم تحقق نجاح في فترة وجيزة. فأعتقد هذا هو المنهج اللي هيستخدمه الديمقراطيين الجمهوريين في إيجاد سياسة اقتصادية بديلة لسياسات إدارة جو بايدن. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة من واشنطن. كنت معنا أستاذ العلاقات الدولية نبيل ميخائيل.